السلام عليكم. نصيحتي لكم بشهر رمضان المبارك أن انتباه لموضوع التجفاف. هالشي بنشوفه كتير شائع بشهر رمضان المبارك، وخاصة الناس ممكن تتغاضى عن حالات تسمم غذائي بسيط اللي هي كتير شيوعا بتحصل، وبالتالي ما بيعوض بشرب المية والسوائل بفترة الإفطار. هالشيء هذا ممكن يؤدي لمشاكل خطيرة بالجسم، من التجفاف، تأثير على الكلى، وخاصة بمرضى السكري. مرضى السكري ممكن يكون عم ياخذ أنواع من الأدوية اللي هي بتعمل كمان نوعا ما تجفاف بالجسم. سو إذا صار عندنا أي حالة تسمم غذائي، لو حتى كان فيها إسهال بسيط، ترجيع أو مشاكل من جراء الأكل، لازم المريض أنه يعود عنا بشرب المية، شرب السوائل، حتى يمنع هذه الحالة أنها تحصل وتؤدي لمشاكل ممكن تكون خطيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.